صباحكم خير ونور وسرور. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أولا يوم أقول لكم يعني طبعي طبعي ولو قصة وسبعي أنا رقاد أبدا خطر علي يطيح مودر الشبرية كم مكبرها شوف الرقدوي على هالحالة. قلت السلام عليكم. يلا مرة ثانية ما شي مشكلة. أي بسم الله الرحمن الرحيم. أيون 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 تسمعون صوت الماي ماي يوم ترش صوت ياخذ العقل. ترى الساعة الحين 7:30 الساعة 7:30 لكن أظني الساعة ما غيرت عندي الساعة ما اختلف الوقت عند فيها ما أدري كيف يعني أظني يدقون شيء في التلفون ويجلب الوقت يتغير يعني من توقيت البلاد الإمارات إلى توقيت مصر. الحين 7:30 عندهم ما بالساعة 5:30 أنا أبو 5:30 هدوء غريب زيادة على اللزوم. المنظر ياخذ العقل. جو يجيب العافية ما يباله كلام حرام ين ما يباله كلام. يوم يقولكم الجو اللي يجيب العافية يطرم في هالمكان الفنان هذا وين كنت أنا الحين هناك هو كذا. شيء طبيعي الجماعة رقاد رجل من هتشين عنثر طيارة وعنثر ابويه سيارة يمكن 250 كيلو او 150 كيلو والله الله اعلم وعشاء تجيل البارحة فالواحد طاحت حمالي منهم ما زل اليلسة هاي يجيب هذا ابويه شاطئ روحه هذا الشاطئ روحه حق هالفلة هذه هذا الشاطئ لها روحه الفلة هذه هذا بحرها برايفت هذا المكان لها روحه والفلة الثانية بحرها بعد الطرف هذاك نفس المكان هذا على اليمين واللي بوي ما لحق على سيفة أبوظبي الأول وبحر أبوظبي الأول نرويه إياه لكن في الطرف الثاني من الكرة الأرضية هناك كان في آسيا ونحن الحين في أفريقيا اللي هي مصر مصر تابعة لأفريقيا يعني قارة أفريقيا هي نعم والإمارات أبوي تابعة لآسيا قارة آسيا اللي ما شاف سيفة أبوظبي الأول هاي سيفة أبوظبي هذه سيفة أبوظبي ورملتها الأول هالنمونة حاليا موجودة فقط في السعديات وجد الظهر والصدر وغنتوت والطويلة والحول ليزر نعم ودي ارمس اخرب عليك حس البحر الحين رمس عباره خرب حس البحر حس البحر يبقى روحي بالعافيه لون المروح يسد الفيروزي فيروزي هالبحر اللي يقولونه فيروزي هذا هو
هاكو مدينة الذهب شرم الشيخ وسمونها أيجي بعد من غير الغردقة. تدرون متى أيه هنا؟ لا أيه هنا طالت أعماركم من أظني من الثمانينات. هاي شرم الشيخ أيها من الثمانينات، لكن هالنمونة ما شيء. واجهة فندق مطلة إطلالة كاملة على البحر ما شيء عندهم أبدا أبدا. نسبة 90% من الغرف إطلالة على البحر، ما في ولا أي فندق ولا أي فندق أبدا. في 50% شيء، لكن 90% ما شيء أبدا. في المكان هذا إن له مخرج جانبي، يعني مخرج جانبي مرة من أول البحر. بغيت اللي على الوي ولا بغيت الجانبي كله موجود. إيه بسم الله بغيت أظهر. إيه والله. كم في الإمارات 8:00 وفي مصر 6:00 تحينا. ثارني أبوي أنا مرة ما رقت وانيها وأنا ظالم التليفون، قلت إنه خربان لو شياته ولا الساعة ما جلبت. ساعة جلبت أبوي 5:30 لو 6 يوم أصور. هالصبح هي الشمس قبل الدنيا العودة تظهر عندهم، أظني تشرق الشمس 5:45 ولا كانها 4:30 بعد. العلم عند الله، والله ما يندرى بعد. أنا شيت الصبح قط الشمس بحلقة هي والله. زادهم في غارة رقود الرابع حتى هو طرشيل قال لي أبوك أنت ما ترقد؟ شبعت رقاد كم رقاد هو؟ بيلس طول الليل رقاد وطول النهار رقاد. عظامي بتتبريد، عظامي بتموت، لاحجين على الرقاد في الآخرة. فأنا أرمس خلاف عاد بس عليكم من رمس مصباح الله خير. يلا برايكم من الشهور ربع بوعيكم برمسكم. العادة الأولية وعادة الله لا قطعها في نفسها تتكرر من استوينا لين اليوم. أول ما يفوح الماء تبوا القهوة قياس الدلة، كل حد بقياسه. أنا دلتي 2 لتر فقياسه فنيالين قاصر شيء بسيط، لأني أنا من الأساس أحب القهوة تكون غليظة، ما أحب هالقهوة تكون رفيعة والقناد ما يكون وايد. خاشو قهوة واحدة من اللي صار زين، والزعفران على ما تشوفون. ما تصير تجلب شوية ضفوا عنها. ما قلت لكم القناد شعرتين، حب هذا شعرتين تحيدوني أنا بعد. أحب أن الزعفران شوي زيادة يكون في القهوة، يعني هيك هي رزي. أنا أعطي قهوتي، أنا أحب القهوة يكون فيها شوي زعفران. والمسمار 4 تروس لو 5، هاي الأربعة بنحط الخامس. أيوان حد يسميه مسمار حد يسميه قرنفل. القهوة لازم تطبخ، تعزل القهوة ويتفور. تفور 5 دقائق 3 دقائق 7 دقائق قاصر زايد. من تصير وتقمش طفوا عنها أبوي وخلوها ليل تركد، وخلاف أبوي نشوا وزلوها في الدلة. وتعال عاد تعرفون هالتبشكيرة اللي تبشكر أنا هاي في البيت هناك معزز مكرم، كلني شل وكلني حط وكلنا خدام شي البرمة الريال منا والحرمة. وي ابوي هني في ديرة الغربة انا اللي اتبشكر. اصبح ابوي الجب الدلال وعدل المكان، شوف خيب على ابوي معدل زين. والبوي والعمام رقود كلن ابوي مبخبر عايب توه واعي. وحمد ابوي نش الصبح ورد ورقد. وهذا ها اي صباح الخير. اي جود مورنينج صباح الخير. صباح الخير. هاو ار يو؟
يا ربي صباحك الصباح يا سلام. اي لا ما يبال رمزه الحس واصلني خاري. الله اكبر. ايه مرعد. لا 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 انا ابو هنخير والله حد عدالك ولا بحد عدالك هالنمون. كامل والله ما عندك ترى. لا والله حس ما شيء، حتى البحر يوم رقدت في الطيار مالك حس ما رومك كذب. اللهم لك الحمد. الحمد لله اول مره ترقد ما ترخر. زيقتوني. لا والله كذب عليك. لا لا الحمد لله رقادك فنان. تعرف شو معناته انه خف وزنك؟ الانسان من يخف وزنه يعتدل رقاده. ما شاء الله على وجهك. سبحت انت؟ يلا من الصبح متسبح ومصلي معين الله خير. يلا انت ريب تصير انت ريب. وش لك انت؟ نشيت على تيم ابو ظبي؟ الساعة هي والله الساعة 8:30 ترى ابوي عندهم الساعة 5:30. يلا يلا يصور. شوف عنوتي المصر الشيء الرئيسي في موسم التين وموسم الفص. أهم ما يكون ريوقي الصبح أول ناس ما تصبح لا إله إلا الله هذا ريوقي أنا. هذا التين اللي تشوفونه اللي يتقاطر من أطرافه هذا هو غرامي أنا. هذا اليوم من أصبح ما يسدني 5-7 شرات في البلاد، 5-7 رطبات هني عندهم 5-6 تينات. يا حبيب النبي. ابتدينا يومنا بهالجو الجميل اللي ماشي اشارات جو في الدنيا العوده. مكان يلق ونظيف يسوى نوم العين. جميل مكان منظر في منتهى الروعه. سريع نتريق اكيد ان الريوب الحين مخر يعني الساعه تقريبا 10 الحين، لكن هذا وقت الواد اللي يتريق. حد يتريق الصبح الفير واحد يتريق الضحى. احنا كنا شينا بس عباره متريجين. هذا الحين الريوق الثاني. هذا المكان الله يحفظكم اللي تعشينا فيه البارحه عشان كان في هالمكان في هالموقع تعشينا. ان شاء الله اليوم مساء الله اعلم وين بيكون. كنت اتوقع بنيت في نفس السواي جميله وفنان. الموقع هذا جيناها امس في الليل كان تصوير ليلي، الحين هذا التصوير في النهار. هذا طرف الفندق، طرف من اطراف الفندق الخارجي اللي السي سايد مشاهد البحر. وهذا اظن المطعم اللي بنتريق فيه نحن. صدم الحمريه وين؟ انزين وانتي؟ الحمريه. انزين انت من قوم نوم؟ خيال. ما شاء الله عليك. شو اخبار النتيجه؟ زين. شو رايك في الفندق؟ حلو. وايد حلو ولا عادي؟ وايد. وايد يعني بترومين يعني اذا قالوا لك الحول شو رايك تصيرون شرق ولا غرب ولا بترون فندق العلمين؟ حلو. اخيا؟ ايه. فنان بحرم صح. وانت؟ شيء عوائل على يدي اللي صار فما بروم اصور، لكن هذه الجلسه الخارجيه للريوق وهذا البحر مشاهدينها. خلينا نحن جايين منه، نحن فلتنا اخر شيء، شيء ترى 3-4 فلل بعد مقاسات، شيء ما ثلاث غرف نوم، شيء ما غرفتين، شيء غرفه تحت وفوق صالون، شيء عده اشياء، وهذا المدخل للمطعم. ما تشوفون مطعم طويل عريض. في الكوستا وفي ما ادري شو. بلاد من كبره. بلاد المطعم. كل مكان فيه عوائل ما روم اصور يعني زياده. المكان يميل لاكثر عائلي والبوفيه مالهم من اغنى البوفيهات تقريبا اللي قد شفتهم. ما في داعي اوصف لكم شيء موجود لان كل انسان وعينه ميزانه وكل شيء موجود عندهم. شيء تول والاكل المصري السفره المصريه يوجد فيها كل ما هو فنان وزين من حار وبار. امس طلع بالصدفه ان اللي في طيران الاتحاد في ابو ظبي اللي مسوت لنا تشيك ان وشلت شنطنا واغراضنا وتعبت منها اسمها ياسمين. لا لا اي والله لا يعني وانتي المسات لقينا وياك اسمك ياسمين. فامس ردود الافعال اللي جتني من الناس انه يعني اليوم انت يومك كامل ياسمين بياسمين. اي والله الصبح ياسمين والمسا ياسمين. سبحان الله. سبحان الله. شكرا شكرا جزيلا.
سويت لنا زحمة ترى انت البارح في السنة وسب العشاء العشاء التست المصري شهادتي فيه مجروحة لأني أنا أصلا من عشاق مصر فلذلك تبارك الرحمن أنت طبخك ولا صار مثلك قمة في الرضا أنا كلت يعني الجمبري ما في ريحة الجمبري ما تقول هذا مطلع من بحر يعني سبحان الله لا في نعم لا في سهج لا في همك الله لا عندك لا إيه طعم الحامس ملح جامية بهاراته مضبوطة ويسد إنه في أطرافه في أطرافه كريسبي هذا يعني المميز اللي يسوي قرضة تحت الضرس هذا روحه كم يسوى شكرا شيف شكرا للزغلول نسيت اسمك زغلول يا راجل اسمه مميز اي والله المكان فيه من جميع الجنسيات شيء ناس من هل الكويت من هل السعودية من هل الإمارات عمان شفت عائلة وحدة هناك ياسين خجلت حتى رم السمعة أو حتى عداد مستحيت يعني الريجات شيء الريجات من كل نوع ريجات ثم من كل نوع المصري الانجليش بريكفاست ما أدري شو أمريكانو من كل دمونة من كل دمونة لكن نحن اخترنا لأن نحن جايين مصر والانجليش بريكفاست الله يحفظكم يوم بنسير بلادهم بناكل انجليش بريكفاست اما الحين نحن بناكل ابوي الطعميه والفول والشكشوكه بيض الطماط وما ادري كل هبات الريحه كلها فضل من الله سبحانه وتعالى والعيش البلدي وحدث ولا حرج انت لو مالك خاطر في الاكل لو ما تبى تاكل هم يجبرونك على الاكل من طيبه نفسهم المصاروه المصاروة بالأخص الانتقاء الناس في الفنادق اللي مثل فندق العالمين كجودة وشطارة ما شاء الله عليهم في الخدمة وترتيبهم في طريقة درسينهم طريقة التعامل مع الطيوب فلذلك ياي خدمتهم ما شاء الله يعني أرقى عن الرقي روحه هاي روحها نعمة فضل من الله سبحانه وتعالى الله وفقهم في التقاء الموظفين كإدارة كخدمة خدمة الغرف من أروع ما يكون والسيرفس في المطعم يركضون لك بيديهم وريولهم يدتشون معتوب اللي يدتش هم هاي وحين يا وقت الفطير فطير يا يبين الله يحفظكم وياه شيئين اللي هذا نوتيلا وهذا شو؟ ده سكر يفهم وده عسل أبيض وعسل أسود وهذا كل أبوية بطيرهم هذا حار رحين ميو اللحمة هذا الحلو حلوهم وقت الضحى العالي النار وريحته السمنة البلدي تضرب في خمرة الرأس ما شيء تمدد حين نحب يلسنا الداخل وعينا من الله خير وتريقنا وحين ظهرنا خارج جلسنا ابوي على هالصوفات مشاهدينها هاي يوم اقول لك جرنين وداس وشهد يا حالون اي نعم يلسه فنانه على هالبحر عاد يلسه تحين المكان اللي فيه الضله وهناك حد يدوخ شيشه وحد ما ادري شو والعرب يعني مبسوطه زين هذاك البحر ابوي واللي يبى جيت سكي واللي يبى ما ادري شو الدنيا يعني باهيو على ما قالوا البارحة كان التصوير في الليل المساء الحين التصوير على عين الشمس أنا في وين قرية مراسي الساحل الشمالي فندق العلمين أولا ليش سموه فندق العلمين نسبة للحرب العالمية الثانية تم إنشاء الفندق في عهد جمال عبد الناصر سنة 1962 شهد الكثير من الأحداث ويته أمم من الزوار وسكنوا فيه أغلب في ناس الحين ضيوفتهم جايين ضيوف جايين فمن مراسم استقبال الضيوف اللي يجون أول ما يجون يستقبلونهم مثل ما استقبلونا نحن البارحة هذا روتين عندهم يستقبلونهم بالعصائر والأشياء هذه فشيء طبيعي ما بروا مصور المهم
بعد شوي بكمل. فندق في من هذاك الآن إلى هالآن ما حد يسكن الناس العاديين. تأسس وأنشئ الفندق على أساس كل الناس اللي يجونه من فنانين وأدباء وكتاب وكبار الصحفيين والملوك الرؤساء الفنانين. لذلك تلقط كل جنبات الفندق بجميع محتوياته، تحس كأنك جالس تتمشى في فيلم أنت أحد أبطاله أو أحد الممثلين فيه، كل الأبيض والأسود، تحس أمرك كأنك جالس معاهم. هالفندق شهد يعني كان مصيف لجميع الفنانين القدامى من أم كلثوم وقوم فريد الأطرش وقوم فريد شوقي وعمر شريف وعمر ما أدري منه، كل هالعالم هالفنانين كلهم كانوا يكونون موجودين هنا في هالمصيف في هالوقت بالذات. البحر الأبيض المتوسط هذا اللي تشوفونه، هذا هو البحر الأبيض المتوسط، يقال عنه وله مسمى ثاني، هو خليج سيدي عبد الرحمن، يسمونه عندهم في بلادهم خليج سيدي عبد الرحمن. والمنطقة كلها اسمها الساحل الشمالي منطقة العلمين، فلذلك الفندق هذا نرد ونقول اسمه فندق العلمين. المنطقة كلها سمت تعمار منطقة مراسي. مراسي عبارة عن مشاريع كبيرة، منها الفندق اللي نحن فيه اللي هو فندق العلمين، كان اسمه العلمين وما زال اسمه العلمين، ما تغير عن الاسم الأولي. شو السبب؟ لأن الاسم له تاريخ عريق وله مكانة كبيرة عند أخواننا المصريين، فلذلك ما حد غير اسمه، كان وما زال فندق العلمين. 2018 العام تم تجديد الفندق على ما تشوفون، بنيانه هو الأولي لكن ديكوراته استوت حديثا، لكن نفس الروح ونفس الطريقة، يغير استوى جديد، مش كلاسيك مودرن لكن على روح الثمانينات والسبعينات. الديكور خلوه على نفس الروح اللي هو كأنه الأبيض والأسود. أعمار خذت دخلت مراسي المنطقة كاملة، منطقة العلمين سنة 2007 دخلت المنطقة، فلذلك كل شيء فيها تطور، من شوارع، من بنية تحتية، من رصف أرصفة، من تعديل، كل شيء تشوفونه تحسون عمار كأنكم أنتم في دولة الإمارات، بالذات في مدينة دبي، إمارة دبي. فندق عبارة الله يحفظكم عن 190 وحدة، 190 غرفة، منهم الغرف السنجل، منهم الغرف الدبل، منهم السويتات، منهم الأجنحة، منهم الفلل اللي نحن ساكنين فيهن. الفلل اللي نحن ساكنين فيهن فلتين، شيء أمهات كلهن أمهات خمس غرف. فيهم مليون لكو 600 شيء من الخدمات. شيء الغرف السنجل، شيء غرف دبل، شيء سويتات، شيء جونيور سويت، شيء أجنحة أمهات دورين. اللي يميز الأجنحة أمهات الدورين الصغار، هاي تونا القطنة ناس بعد من هالشارجة ومن هالبوظبي كلهم سكون هني. اللي يميزهن يبتعد مكانهن عن البحر يمكن 7 أمتار ريلك والسيف، بنصور لكم بعد نوع منهن. اللوحة هاي اللي تشوفونها تحكي عن أحرف إحدى أغاني سيدة الغناء العربي الراحلة أم كلثوم ست الكل. الأغنية اسمها جمال الدنيا، للفنان الفرنسي من أصل تونسي اسمه السيد، اسم الفنان السيد، وهذه أبوي من هاك الآن إلى هالآن. اللوحة موجودة، فنان وتلق رقم واحد. ترى الأغنية تغنت سنة 1947، الله يرحمه عاد اللي بخاطها المخطوطة، حي مات لكن أكيد ميت، أنا أبون سنة 47 أكيد رمت عظامه بعد، الله يغفر له. ترى الفندق نظام المصايف عندهم، نظام المصيف عبارة عن دورين، دور أرضي ودور علوي، وهل تشوفون اللي ميتين كلهم بوش سكنوا هني، كل سكنوا هني كلهم هالفنان، ما حد تم في الدنيا العودة ما تدياهم، لا تم عبد السلام النابلسي ولا إسماعيل ياسين، وحينه جايينهم خالد الخالدي.
نعم ما شاء الله عليها علب ما تشوفين قوم شادية وقوم فات الحمامة كلهن أبوي كلهن أبوي كان ساكنات هني ما حد تم أبوي منهم كلهن أبوي طحنهم زمان أنا أقولكم عندي وصف خوص بخوص رقعة السم خصف خوص بخوص ورقعة السم خصف هذه هي السمة هذه هي السمة لكن ما شاء الله على المصريين ما يغلبهم شيء سووا السم بشت سووا من السم بشت وفستان وبنادم خطر عليه يرمس هذا الرجال بشته وهذه أبوي سيدة أبوي المكان الأولى ما شاء الله عليها ترى اللوبي هذا كل اللوبي كل اللوبي من أوله إلى آخر من أكبر اللوبيات اللي شفت مفتوح على بعضه ما في شيء مسكر ولا شيء بينك وبين الجدار ولا شياته السلام عليكم كيف حالك أنت شو تسوي هني نعم شو شغال في أعمار هذا مكتبكم يعني أنت ما شاء الله ما شاء الله عليك في شيء تقدر تفيدني فيه ولا بعدين نرجع نرجع لك بعد شوية شكرا جزيلا شكرا الحين بدخل أرويكم اللي خبرتكم عنه اللي هن الأشياء اللي برويكم يعني برويكم نوعية الغرف اللي عندهم الستاندر الستاندر والسويت وما أدري شو المهم نوعين أو ثلاثة أنواع وهذا المدخل ها هذا تفضلي تفضلي هذا أبوي الدري مالهم وشي لفت ونحن أبوي بنركب في اللفت وهذه أبوي عيلة الجنة الله يغفر لها إن شاء الله كل ما تدخل أي نوع من الغرف الحين إحنا ده من الغرف اللي هي الستاندرد هذا ستاندرد روم ستاندرد روم هذا اللي تشوفونه هذا اللي تشوفونه ستاندرد روم ما صورت عمري هذا أنا thank you زين هذا ستاندرد روم أول ما تدخل ستاندرد روم بطل على السويمينج بول حوض السباحة من الخلف وهذا الكبت غرفة النوم شبرية من نفرين وهذا عم تشوفون منظرته ودنياها وعلمها وخبرها تلفزيونها وهذا مدير الفندق مفروض انه يكون في كل غرفة تبى رضيت ام ابيت مدير الفندق ابوي شاهدك وين ما تصير وهذه ابوي كريسيات 32 متر مربع مساحة الغرف البلكونة بلاد عاد من كبرها البلكون بلاد البلكون بلاد من كبرها وهذه الإطلالة تحدون الشماسي اللي بحث صورناهن وهذا المطعم ويعني أما تشوفون مدينة طولها طول عرضها عرض منظر ياخذ العقل البحثنا نحن تمشى لين هناك فعاليات هناك الدنيا والدين من المولات والفنادق وال النايت كلابز والدكاكين ومكان بيع الايس كريم مكان مال صغاريه العاب حيضان اشياء تول 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 ها كله في هالمكان الفنان هاي ندقوا شماسي على البلاج حد التماسي يطرون هالمكان شو لون البحر طلع عليكم الملفت في النظر في كل غرفات القط الكتيب هذا السنوات الذهبية من السينما المصرية شكرا شكرا من النوادر تلقط فندق أو مش أكثرهن يمكن أقل الفنادق اللي موجودة في العالم مال أدابتر ومال الشحن ومال بدأ ما تي بي اس بي كل موجود معالي راسك والإنترنت قبل الشيء وبعد لازم تعرفون أنت إن الإنترنت يلا تعالك شبرية العرب هي عيست الإنترنت قوي 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 هباب ما تقول شيء تسوي هذا سمونه على طول يوصل ها وربيكم الجبل بعد وين هذه بالجبل ها كل هالعرب مصلية مسمية زهم بس ندوكم شوف لو هجم أكثرها هي ها ندوك ياي إبراهيم ما أقول عنك شيء مقواك مقواك عين أبو ما هو حالي غفل عنكم
عشان يكون الشرح وافي. هذا نص الفندق، هذا الفندق الحين اللي تشوفونه، هذا كله غرف عادية، غرف عبارة الفندق عن دور الأول والدور الثاني، دورين، هذا اللي تحت الأرضي ما يحسبون، لكن الأول وهذاك الثاني، ها كلهن غرف مثل اللي توني صورتهن كلهن. زين، من نهاية الفندق هذا يجنك هايلاك شاليهات، هايلاك سموهن شاليهات، نفس الشاليهات اللي حين برويكم إياهن، يعني أي أول بادي الفندق وعقب على يمينه شاليهات وعلى يساره شاليهات، ناهيك عن الفلل الهنتين الكبار اللي خبرتكم عنهن، هايلاك اللي هناك اللي نحن فيهن. الحين هاي مثل ما قلنا لكم منطقة شاليهات، هذا حين يعتبر كامل شاليه، كامل مبنى شاليه كامل. نحن الحين بالإمكان اللي بيجي ياخذ الشاليه كامل، الشاليه كامل عبارة عن شو ياسمين؟ خمس غرف. خمس غرف، هذا شاليه كامل لكن مقسم، بالإمكان يؤخذ خمس غرف وبالإمكان يؤخذ كل غرفة على راسه روحها. بنرويكم الحين، هذا حين هاي الغرفة رقم 2703 مثلا يعني، وبالإمكان أنك الإنسان تأخذ المدخل هذا ومحتوى كل هذا فيه، لكن نحن بندخل بكم الحين على غرفة 2703، وهذا تابع لها، وهذا البحر قدامكم على ما تشوفون، ما في الحاضر مدح. مساحة السويت هذا 72 متر مربع، عبارة عن غرفة طعام صغيرة وصالون اللي هو ميلس بمطبخ تحضيري والكنديشن مثلج على فكرة. زين، وعبارة عن على ما تشوفون، وهذا في حال انه النخذ كامل. وهذا الله يحفظكم ويعزكم، هذا مغسل يعني عادي. وهاي غرفة النوم الرئيسية عبارة عن كبت بغرفة الحمام يعني كامل، وهذا السويت غرفة النوم كبيرة. وها الحبيب، انت ما قلت لكم في كل غرفة يالس لكم، هاي يقول معراض رشق، هذا هو وين ما تصير تلقطه قدامك. ها هذا السويت والإطلالة الله يحفظكم. قلنا لكم في الويه من هناك البحر، ها هذا البحر، ها زين طائف صفاثرة، ايوه هذا البحر. وتروم تظهرها من الخلف تصير جدا شو حوض السباحة، تشوفون هذا حينه، هذا هاي خلفية الغرف اللي تونا ظهرنا منهن، وهذاك البحر، وهذا على ما تشوفون الحين حوض السباحة الرسمي مالهم اللي تتيمع العالم كله، والسياكل، وبغيت السياكل، بغيت هاي السيايل الصغار اللي تباه، كله موجود، كله موجود عندهم. فندق يكاد أن يكون عائلي أكثر من أنه شباب، لكن لكل فئة عمرية لها موقع معين في الفندق، في المنتجع، لأن المنتجع بلاد من كبره، بلاد، قسم حق الأطفال، قسم مال للعوب، قسم مال السياكل، قسم حوض سباحة، قسم للخضار، قسم للسينمات، قسم للمولات، كل ما تشتهي النفس موجود عندهم، كل شيء، مكان متكامل يرزق العنوة ويستاهل من يجيه. لا تقولوا ما حد قالكم. الشيء المهم اللي خبرتكم عنها هذا كيدز كلاب مال أطفال، حضانة، حضانة للأطفال، للي جايب حرمة جايب صغيروني وياها ولا شيات ولا علم ولا خبر، عندهم أبوي ما شاء الله عليها، هاي اختصاص الأطفال. سلام عليكم. ازيك يا ست الكل؟ اسمك ايه؟ نورهان. ما شاء الله عليك نورهان، ما شاء الله عليك، ما شاء الله عليك. دارس الوضع هذا اللي تي فيه هذا، دارستن الشغلة هذه؟ اه اكيد دراسة. ما شاء الله عليك، الله يحفظك. مشكورة، مشكورة يا نورهان. عفوا عليك. هذا الجمالهم كل المعدات فيه، ومن احدث الشركات هاي تكنو جيم، تكنو جيم معداتهم معروفة، ما حد لا يختلف اثنان على ذلك. هذا الجمالهم للي عاد يحيد عمر بيي وبيمارس الرياضة، مبشرات حد من العرب أولني أنا أقول من أسير بتمر وكل أخرى، والله يا أبوك ولا سويت حديد من ييت، لا حديد ولا جري ولا هيلة، بيت صراط ورقاد. هاي غرفة يسمها غرفة اليوغا روم، فتحي الغرفة اللي سمحتي، هاي غرفة اليوغا روم، غرفة طولها طول عرضها عرض جميلة فنانة. ثانك يو. الحين يينا الله يحفظكم في السبا، ساعة
السلام عليكم. ازي حضرتك؟ عليكم السلام. والله تحرات هندية. يقول لك لايك انديان بيبل. والله العظيم. والله. لكن اسكندرانية. اسكندرانية؟ ما كذب. قولي والله. والله. زين. Where you come from? I'm from Bali, Indonesia. بارك الله فيك. ما شاء الله. ما شاء الله. إسراء شو الخدمات اللي عندكم؟ في ريلاكس اريا وفي تريتمنت من اوضتين كل واحده ليها اوضه هما من بالي اندونيسيا في مساج في فيشل في ساونا وستيم. هلو هاو ار يو فيري باد. زين اوكي تفضلي تراوي المكان كمل اغرف الفيشل. ها المساج مساج هذا هذا كله حق المساج هالكذا. ما شاء الله. شكرا. كم غرفة مساج عندكم؟ غرفتين كلها نفس الشيء؟ تعالي شو اسمك؟ اسمك اسراء. منو هاي؟ منو هذه؟ ما تعرفينها؟ يلا. قالت ما اعرف ليش اسوي. هاي بعد غرفة ثانية بعد. يا ربي ريحة البفاس. ريلاكس اريا قبل المساج او بعد المساج كل واحد براحته. ايوه هاي ريلاكس اريا عقب المساج ولا بعد المساج انت ابوي تتفيزر يغرونك ابوي الا عصير ابو عصير. ها وتجلس تطمش تشوف الساير والياء احليها صغير وجهه محترج من الشمس يحطون هذا مال التان وبوتان لازم ياخذون هالنمون. السلام عليك. هلا والله. عليكم السلام. ايش حالك؟ الله يحافظك. خير عليك بخير. الله والله يسلمك. مليون مرحبا بريحه الطيبين. الله يخليك. اهلنا وناسنا عاد انتم. لا خلينا منكم. انتم من هالوين ابوي؟ احنا من السعوديه. هي دريب من هالوين في السعوديه. السعوديه من الرياض. والله مليون والنعم. الله يخليك يسلمك. ما شاء الله عليكم. كيف عرفتوا مكان هالمكان؟ والله عند لك اصحاب لنا جو هنا واستدل لنا هذا المكان. شو رايك؟ يجنن. فوق على زين ولا زين؟ يعني من الجنه. الحمد يعني لله. يعني شيء ما شاء الله يهبل مهبل مره. يعني الله يحفظكم ويبارك فيكم. الله يخليك يا رب. يخليك انت. هاي اختك؟ هذه امي. امك؟ امي. ما شاء الله. لا تقولي حق حد والله يتوحون. قولي اختي لا تقولين امي. ما شاء الله تبارك الرحمن. الله يحفظها. يسلمك يا رب. يلا في داعة الرحمن. حياك الله. سامحونا سامحونا. ما شاء الله على ست الكل. ما شاء الله على ست الكل لها صدى في كل مكان في علها الجنة. ايه علها الجنة الله يغفر لها ويرحمها. ويسامحها ويحلها ويبيحها. شو فعاليات في الفندق؟ شو من الفعاليات؟ هل إن في جولات بحرية؟ في صيد؟ شو في؟ أيوه عندنا ووتر سبورت سنتر بتعمل رحلات صيد، في جيت سكي، في بنانا بوت، في حاجات كتيرة ممكن تعملها في البحر عن طريق الووتر سبورت سنتر. أها. وليش ما حد قالنا بالصدفة؟ حس سألتكم أنا سؤال. ها مفروض الريسبشن ولا اونلاين تعرفون ولا الواحد يوم بي يعرف المعلومات من وين يعرفها؟ في على الويب سايت المعلومات دي موجوده. نعم. وفي الغرفه كمان في نيوزليتر. أه. بتبين انه زلقنا الفاسيلتيز اللي موجوده في الفندق. ايوه شيء جميل. في كمان ممكن تأجر دراجات، ممكن فيسبا تاخد رحله في الريزورت. شو يعني فيسبا ريزورت؟ اللي هو موتوسيكل. هي ممكن تأجر من الريسبشن موتوسيكل تاخد جولة في المنطقة. صدق والله؟ ايوه. بتسولنا بتعطونا ولا؟ اي ممكن نعطيها حضرتك. شكرا شكرا. تي وبتكون متعايزة سير ولا لي؟ ها ابوي هذا شختر بك الدنيا هاي. ترى على فكرة طرقم وايد هناك وين بيصنضي عياله. في اشياء تعرف واشياء ما تعرف. امس مشينا لين هذا منه. امس مشينا لين طاحت ريوله من كثر المشي. اسبتي طاحوا الربع طيحت حمالي. أقول لكم سرنا ويينا ها وهم يلستن وحده والله ولا احتركوا يلستن وحده إلا قر شربة عصير عصير يح. شو طلبتوا حينة؟ عصير يح. أنا ما طلبتوا لي أنا؟ أنت أبوي وين؟ مشرب ومغرب. أنا؟ أها والله يا إبراهيم ربيع كله لي قدامك. لا أفا أبداً. أنت من عرفت أبوي عايض؟ من عرفت عايض وأنت هب بخير؟ لا والله بخير. لا وياك بخير أبو يا عايض مبارك بخير وسلامة. الله عليك يا محمد. شرب عصير حلالك. يعك تسلم يعلم يابك الجنة. منو شو اسمها ابراهيم؟ ياسمين. ابراهيم ما شاء الله تتكلم مصري ترك شوي شوي. ما شاء الله يا الفضيحة ابراهيم ايش؟ شوي شوي. بالمصري شو؟ بالمصري بقوله ايه؟ شوي شوي.
زين ياسمين انت معرسه؟ لا بس خلاص نجيب المليج، نجيب المليج، ايش رايك نجيب المليج ولا نجيب المليج؟ انا بعطيك معلومه، مطلعين علي اشاعه ايه؟ اولاد والله العظيم ايه؟ انا متزوج مصريه من سنين وعندي عيال. زين يمكن هاي هي، ها يمكن هاي هي دي ورده لسه صغيره 30 سنه العمر كله ان شاء الله. والله وشربات بص ما شاء الله. اي والله امر امر والله ابو محمد اي تبارك على اشاعه اني متزوج ولا لا متزوج لا مصريه ولا غير مصريه ولا هنديه. اي والله لكن الله يسامحه مطلع علي هاي الدعايه. شوف يا اسمه ما ينفعش. والله ما ينفعش. الخدمات اللي تأديها يأديها الفندق، فندق العلمين، يعطونك الكلاب كار، بغيت تسير المول، بغيت تتمشى بوية بين الفلال، بغيت تتمشى في المناطق، شيء مولات هناك صغار شيء يسمونهم ميني مول، وفي أشياء وايدة يعني عندهم شيء جميل يعني. إبراهيم شو رأيك في المكان؟ روعة ما شاء الله أبو محمد ما على كلام. تبارك الرحمن ما شاء الله. شيء منطقة فلال كبير وفلال صغير يعني شيء وايد جميل مكان يعني توفقوا وعمار تبارك الرحمن على طول نظرتهم ثاقبة ويصيبون الهدف كل شيء يعرفون والله ما يطيحون إلا واجفين ما يطيحون إلا واجفين تبارك الرحمن. قلت ما شاء الله هبتقولون بعد ما قلت ما شاء الله قلت مشاريع حلف اللي تشوفونها كلها أبوية خدمة إعمار وكد أبوية طاروبها من سنين من سنين وهنا أبوي توني يدري تونا نحن ندري اللي يدري يدري اللي درى درى واللي ما درى ترى توها حين أبوية اللي واد مبرج وعرفت الأماكن هاللي بتاعه طارت الدنيا من سنين. ما أبالغ إذا قلت لكم منظر يرد الروح كل هذا اللي تشوفونه كل تابع إعمار مسوي شارات الانهار والبحيرات شيء ياخذ العقل. ها هذا كله بتاع من سنين طارت بها طارت الطيور برزاقها يته الطيور بلي مناجب يته الطيور بلي مناجب. ها طالع على ما تشوفون الدنيا كلها بويجدلت وهذا اكيد مبتاع من زمان ما يندرى والله من متى. ها بلاد 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 اقولكم بلاد عبارة بلاد بلاد كمباوندات كل مجمع النمونة احجام. وهذا حين المول اللي خبرناكم عنه احنا جايين حين المول هذا. يا رجال يا رجال اذكر الله اذكر الله يا رجال اخطف يا ابراهيم ذاكر الله ذاكر الله مليارات المرة كل شيء اذكر ربي. اقولكم ترى المكان كل هالمنطقة هذه كل هالمنطقة ما تقدر تدخل ولا تتحرك ولا تصير اي مكان الا اذا تكون انت نزيل في احد الفنادق او انت من الملاك. مستحيل الحين نحن المول هذا ما بالله مول والله يا ابوك ما دخلونا ليكلموا الفندق وعرفوا ان نحن ساكنين هناك وكلموا الفندق وعرفوا ان نحن نزلاء في الفندق ما طاعوا واخرونا والسبه لازم يعرفون ان نحن من سكان المنطقه هذه. هي والله يعني لو مخلينها فالتو وتلقطوا العالم كثر التراب كان مخلينها هم قاصدين انه يكون مكان راقي ما يبون من هب ودب. ما تشوفون احنا حين في السوبر ماركت يسمونه سوبر ماركت سعودي فيه ما تشتهي النفس كل شيء تتخيلونه موجود عندهم جمعيه طولها طول عرضها عرض بغيت الحار بغيت البارد بغيت الفواكه اي شيء يتخيل في بالك كل موجود. يعني التحرى في مقطع بلاد أقولكم عبارة عن ربع القاهرة استغفر الله العظيم يعني بلاد عودة ما ينقصها أولها من آخرها ما يدري شو تدور إبراهيم؟ أدور سان بلوك. أي نوع؟ أي نوع عادي ولا في نوع معين ما أدري على هوا شوف خذ اللي هذا 70% يلا وين أنزل؟ الحين بندور هني شيء عدة أنواع كلها بوي دراجات وهاي هالسنمونة شيء جميل يعني شيء جميل البلاد ما ينشبع منه. انت حبيبي الله الله في الدرب في قلبك يا رب توصل بالسلامة والجود وبيت امك وتحياتي وسلامة للاهل سلامة كثير بلي عدد على الشباب اللي يزورك حبيب قلبي يا اخي انا هذا منك وين شو تسوي؟
يقول لكم ودرنا بيتنا، هذا بيتنا نحن وين ساكنين، ودرنا حينه على وين عيال قوم، اي وين قوم ابراهيم، اي ابراهيم طح والله ولا تحرك. لما اقول لكم الرمله غير نمونه، شوف الله عليكم، هاي الفله الثانيه اللي كانت عدالنا وهاي فلتنا نحن، راكبوا تموا هناك. السلام عليكم، كيف الحال؟ حياك الله، شو الاخبار مستر ابراهيم؟ هاو ار يو؟ ام فاين. رقم واحد نمبر 2. ليش 2 2 2؟ زين عايق ما بتغطط عايق تتحروني فتش التليفون ها والله ولا يفت. ارسل يا حول لا وقت يا ربي يا ابو محمد لا حول لا قوه الا بالله والله يا ابو ولي ولا يودر التليفون لا ليل ولا نهار. يا ابوك يديك ما تعن انت، يديك ما تعن، يديك ما تعن. اذا ايدينك انت بتعن ايدينا انا بتعن، لكن قسم بالله انا ما مسكت التليفون وايد. هاي السفره خفيف خفيف والله ما شيء مشكله. مكان فنان وغاوي. سد لك ما اصورك هني. اشكر فن. ايوه. شوف الله عليك ما زين هالمكان. غاوي مكان ها. شوف اقول لكم الساحل كيف هذا. يمتاز بحرهم ابوي. شيء غريب عجيب. اكثر شيء يميل المكان انه للعوائل، اكثر شيء يميل انه للعوائل. لازم تحاسب وتتحدى. الله يخرب العدوك ابو محمد يا الخواف. ما خواف الله يا ابراهيم ما شاء الله عليك والله ولا يتعايز. اكثر عن جميل المكان، اكثر عن جميل، اكثر عن رائع، قمة في الجمال. مكان جميل يسوى ويستاهل من يعني له. نعم 100%. الحين احنا نتغدى على اساس انه سلطه ولا اي شيء خفايف. الحين ابوي لسنها الجلسه الفنانه على البحر طالع ساير والياي وعايط ابوي بتليفونه لاهي. وما شاء الله ابو خليل ابراهيم الله يحفظه ما شرب العصير ابدا ولا دخل عصير. تكلم على التليفون فارنا انا التليفون الحين زي الله كابراهيم. ابراهيم ترى ما زخ التليفون بشيركم. ابراهيم ما زخ التليفون ابدا ابدا. مساء النور. لا ما ادري شو الجماعه دي. ابراهيم تبى تشيش؟ شيشه؟ لا ما شيش حبيبي. هاي تبى شيشه؟ ما حد يشيش حبيبي. تسلم يا غالي. شكرا يا ريس. تحبوا تشيشوا؟ اقول لكم والله يبوكم يا هل بالفندق هذا ما يعرفون الجليل. والله يبو قلنا لهم شوي شوي يونا من كل شيء طعب الله كم كودوا. لا خلوا ربيان، لا خلوا انغاره، لا خلوا ما ادري شو هناك. وهاك سلطه كيل، وهاي سلطه ما ادري شو، وهذا ابراهيم توفيج. شكرا شيخ. يا ابو قبلها ترى على فكره يا ابو بعد سي فود شوربه سي فود تحربي. وقلنا لهم بس سلطه اريده والدنيا كلها. شوف الله عليك هاي شطه تونا ياسين ودرناها الحين. قلنا ابوي بنصير نتمشى جد البحر. بنمشي تدرون لوين؟ بنحاول نوصل للراس اللي هناك الطرف هذاك الراس. الرمله نوصل زين. اما رمنا نوصل لا حول ولا قوه. بعيد يعني على فكره يعني ما ادري كم كيلو لهناك. امم من هناك لين نوصل خلق الله ما خلق هناك. شوف هناك شوفك عايش عالم يعني مكان جميل يعني. شاتبون الصدق والله توها بادي تغطى الشمس.
فرق بين الشاطئ الخاص، يعني هذا الشاطئ تقريبا تبع مكان معين، هذا حين الطرف هذا، هاي حدود الفندق، هذا آخر مكان في الشال في المهدورين، هاي الشاليهات، وانت سائر وانت سائر وانت سائر وانت سائر وانت سائر لين هناك آخر الدنيا، هاك الفلتين الأخرانيات هاي كل بوي حدود الفندق، والدنيا ما شاء الله على ما تشوفون، ها ها البحر فيروزي رقم واحد، ما تشوفون يمي الفعاليات والدنيا وتركات وما أدري شو هذا يسمونه تركي ما يسمونه هذا ما أعرف شو اسمه، هذا كله بوي تبع البقعة اللي نحن فيها ها كلها بوي ها لين هناك ها، وعقب شيء حتى هذا الطعوس هاي شيء دراجات يجرون عليهن وشيء خيام، شيء جميل 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 يسوى ويستاهل من عنيله، تحرى انك انت بتيب عيالك ولا بتيب عائلة ولا بتي يعني ما بتنبسط، لا بتستانس بتنبسط انت وعيالك وناسك وكانها عائلة كبيرة ولا صغيرة كل شيء زين وفنها، الناس تتكود ويركبوا في هذه ها ويقلص الصب ويطراد هذا ويطلعوا حبك شرق وغرب ما يخلون مكان، فندق العلمين ومراسي عمار، فندق العلمين ومراسي هذا ابوي فندق العلمين تابع حق ابوي شركة اعمار الاماراتية، يمتد على اكثر من 700 متر اكثر عن 200 غرفة فيه من سويتات ومن اجنحة ومن فلل، يمتد على ابوي البحر المتوسط، مكان جميل يسوى نوم العين، راقي وفنان ويسوى الدنيا كلها، في جميع الفعاليات، يبعد من اسكندرية ما يقارب الله يحفظكم 180 كيلو من اسكندرية، فيها اسكندرية ترى مطار الدولي، وفي طيران دايركت من أبوظبي على طيران الاتحاد ومن باقي الإمارات، نعم مكان جميل ويسوى نوم العين، يسوى ويستاهل من يعني له المكان، مكان فنان مميز وجميل وشاطئ ما شيء شراته شاطئ في الدنيا العودة، ونحن وصلنا هالرأس هذا خبرناكم عنه، ذاك وين هذا الرأس وصلنا، وهذا أبوي عايض ومحد أبوي قربنا غير الجن ودرنا العالم كلها هناك، مشينا والله مسافة حلوة، المشي زينة، مشي جميل، منظر غروب ياخذ العقل، الشمس تغرب بوي الطرف هذا، بتجلس يومين بيسدن؟ لا والله ما يسدن، المكان شيق وجميل ونظيف، نظيف النظافة ليه في الدنيا كلها فيه، النظافة ليه في الكون كلها فيه، والبحر صافي 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 فوق ما تتخيلون، مكان قمة في الجمال، قمة في الجمال، ياي عايض صد ياي شو رايك في المكان؟ شفت كم غامرنا نحن، عبارة مغامرة ان نحن جينا من هناك من اخر الدنيا لين اول الدنيا، هذا ابوي اول الدنيا اللي يطرون هاي، شو هاي تركيزة اول الدنيا، هذاك اول الدنيا، هذا اخر الدنيا، وين انتم تسمعون هناك اخر الدنيا، لا تشيل اول من وين هذا حينه، ها شيشي اظني وهذاك ما ادري شو مرطب وهذا خلاص، من وين حد اللي بعث لحضرتك هديه؟ صدق والله صديق والله، رجال ولا حرمه؟ رجال حافظ عليهم، احنا بندور على حضرتك، قالوا لنا عند الجبل بتتمشى، اي والله يعني اهو تمام، شكرا جزيلا على اللي طر، زين ما تعرف اسمه حق نشكره ونقول له شكرا، انا مش عارف اسمه بس قال لنا روحوا للسيد خالد دوروا عليه وادوا له هذا التمر، ياس هاي ما بتمر اولا هذا اسمه رطب يا الله، شكرا جزيلا للي طر شبوي هالدوري اللي فيه ثلاث نمونات، لازم ياكلوا على البحر، يقعد على البحر كده في الرمله وياكلوا بعد، يلا هذا ابوي ما بعذر شكرا جزيلا، شكرا شكرا شكرا, شكرا.